اشارت الى توجيهات السيد المدير المحترم وحرصه على تقديم افضل الخدمات لمدينه الموصل، باشرت كوادر الصيانه الايسر بحمله واسعه لتنظيف وتسليك شبكه المجاري في شمال الايسر، تحديدا منطقه حي العربي. الان نحن متواجدين في منطقه حي العربي شارع المستوصف، وحرصا لنا بتقديم افضل الخدمات قامت كوادرنا بعد انتهاء من تسليك وتنظيف الشبكه بشطف الشوارع كما تلاحظون، ومن الله التوفيق.